برافو عليكي ميسا، عم تعرفي تشتغلي. خليني احطه صامت بالاول. انت يلي هيك بدك. تمام، فيك تخبر الشرطة. كمان أنا هون، لا تتركني لحالي. وينك انتي؟ كمان دارين. وين أنا؟ وأنا عندي مفاجأة صغيرة لألك. أنا شوي وبرجع، بدي إجي لقيكي مخلصتيهم. يا ريتني ما خليته يروح مبارح بالليل، يا ريتني منعته. ما تحكي هيك بنتي، ارحمي حالك شوي، بكفي بنتي، حاج تبكي. اهدي يا حبيبة قلبي وخلينا نفكر شو لازم نعمل هلأ. رح أتصل بالشرطة، هداك الزلمة يتعرض لكمال قبل هالمرة ويمكن هلأ. حتى لو اتصلتي ما فيهم يعملوا شي، لازم تستني 24 ساعة لتقدمي بلاغ، بعدين سيارته قدام الباب. كمان رح أرجع أتصل فيه، بركي برد. عم يرن معناها شغل موبايل. شفتي مو قلت لك؟ ما عم يرد؟ يا الله وينك كمال؟ رح جيب رقم ليفانت من السكرتيرة. ألو، ممكن تبعتي لي رقم موبايل ليفانت تيبر؟ برأيي بلا ما تتصلي فيه، هذا الزلمة وسخ كتير، لا تعلقي معه. بعدين شفتي رن الموبايل، معناته ما في مشكلة بنتي، أكيد بيكون ما سمعه. ما بعرف إذا لازم نستنى شوي،
بس أكيد رح يرجع يتصل لحاله. ما فيني ضل عم استنى فخرية، هالزلمة أكيد بيكون بيعرف شي. إن الرقم المطلوب مغلق أو مغلق. رح أرجع أتصل بكمال، بركي بيرد. ارفع ايديك لفوق، حطهم ورا راسك وانبطح الارض. يلا ايديك ورا راسك وانبطح الارض بسرعه. الخبر صحيح سيدي، في جثه هون. لحظه، انا ما عملت شيء.